أمرنا وقال لنا إن في يوم آخر هنرجع إليه. فأصبحت الدنيا لها غاية، لها هدف. تخيل أنه ليس هناك يوم قيامة، إذن فألحق أعمل حاجة في هذه الدنيا. لكن تخيل بقى أنه في يوم قيامة وجيت أنا أريد أن أسرق أو أقتل أو أزني، فبيقول لي لا، ده في يوم قيامة هتتحاسب عليه. فأصبح يوم القيامة بيتحكم في سلوكي، لأني بدل ما أروح أعمل الأعمال دي بمتنع عن هذا.